دكتور، يعني هناك من يقول بأن الأحزاب السياسية ليست جمعية خيرية، أنتم لست تنشئون حزبا سياسيا. رديف وتنافس مع الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة اليمنية من أجل بناء الدولة المدنية، ما هي رؤيتكم لشكل الدولة المدنية الحديثة التي خرج ملايين الناس في الشارع ليسقطوا هذا النظام ويبحثوا عن دولة مدنية يعيشون فيها بحرية وعدالة ومساواة؟ رؤيتكم؟ رؤيتنا الدولة المدنية هي الدولة التي فيها مؤسسات، الدولة التي فيها فصل بين السلطات. المدنية تعني أن الفساد يعني ينحسر أو ينعدم بإذن الله سبحانه وتعالى. الإسلام بطبعه مدني، الإسلام بطبعه مدني، وكذلك يعني نفهم قضية المدنية أو الدولة المدنية بأنه لا يكون أيضا الحاكم حاكم عسكري يعني يحكم أو أسرة تحكم شعبا بكامله. يعني لو تنظر الآن إلى من يحكم أو من كان يحكم في داخل هذا البلد، ربما رقعة من الأرض لا تتجاوز عن ربما يعني 10 كيلومترات، في مساحة 10 كيلومترات هذا القائد منها، هذا القائد منها، هذا القائد منها، هذا الوزير منها، هذا الرئيس منها، أبناؤه منها إلى آخره. نحن نريد حكومة كفاءات، نريد حكومة كفاءات من أي كان هذا، سواء كان من يعني من هذا الحزب أو من ذاك الحزب. فأنا أضع في الدولة المدنية الرجل المناسب في المكان المناسب، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا هو. أما إذا يعني كان بعض الناس يقصد بالدولة المدنية يعني إقصاءها إقصاء الدين وإقصاء الإسلام، هذا لا شك أنه أمر مرفوض ويرفضه يعني كافة كل الشعب يرفضه، شعب متدين، شعب مسلم. دكتور، المرأة شريك أساسي في أو من دولة مدنية، المرأة شريك أساسي في الدولة المدنية، أين موقع أو لماذا غيبتم المرأة في مؤتمركم التأسيسي، وما هو وإلى موقع المرأة مستقبلا، أو سيكون كما يقول البعض سيكون يعني حزب اتحاد الرشاد اليمني للرجال فقط؟ يعني للرجال فقط؟ نعم. لا أبدا، المرأة السلفية شاركت شاركت فيما مضى. لا أنا أريد في المؤتمر التأسيسي الآن. هذا ليس مؤتمر تأسيسي. نعم. هذا ليس مؤتمر تأسيسي. ماذا نسمي هذا؟ هذا مؤتمر فقط لإشهار لجنة تحضيرية، حتى المسمى نحن قلنا مقترح، وللجنة التحضيرية الحق بتعديله، فقد يتعدل شيء من الألفاظ يعني فيه. لكن المرأة لا أقول المرأة السلفية، بل أقول المرأة اليمنية. نعم. هذا الحزب حزب لليمنيين وليس حزبا للسلفيين، حزب لكل اليمن. المرأة لن تغيب بإذن الله سبحانه وتعالى في إن شاء الله في يعني مؤتمر الإشهار، ستكون المرأة حاضرة وستكون فاعلة. المرأة يا أخي هي نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر. نعم. ونحن لاحظنا دور المرأة الرائد في الثورات العربية على وجه الخصوص، وكيف أبهرت المرأة اليمنية العالم بأسره بيعني خروجها وبتظاهرها ومشاركتها في الثورة وبتقديمها يعني لمجموعة من الشهداء من النساء ومن إذا المرأة ستشارك؟ ستشارك. هل ستكون ناخبة منتخبة أيضا؟ ستكون المرأة فاعلة. نعم. في هذا الحزب، وستعطى يعني حقها ومستحقها وفق الضوابط الشرعية. يعني هل ستبدأون من الصفر أم أبدا من حيث وقت؟ أنا أريد أن أقول هذا الكلام. نحن في يعني اتحاد الرشاد اليمني لن نبدأ من حيث بدأ الناس، بل سنبدأ من حيث انتهى الناس. جميل. سننظر في يعني نجاحاتهم، سننظر في مواطن القوة عندهم ومواطن الضعف. أما مواطن القوة فسنأخذ بها وسنقويها ونندفع، وأما مواطن الضعف فسنحاول قصارى جهدنا أننا يعني نتلافاها، والعمل في النهاية هو عمل بشري. دعني في المرأة، إذا المرأة ستشارك في مؤتمر إشهار الحزب إن شاء الله تعالى، وهل سيكون لها مقاعد في اللجنة التحضيرية؟ لا شك. في الدوائر في لا كذا؟ لا شك بإذن الله تعالى يكون لها. طيب، ألا ترون الدكتور عقيل أنكم بتجربتكم الوليدة مقبلين على أحزاب عملاقة وكبيرة في الشارع كالتجمع للإصلاح الاشتراكي البحث، أحزاب موجودة الآن في الساحة، كيف ستتعاملون مع هذه الأحزاب؟ جميل.
يعني أنا لا شك أنني يعني إذا نظرت إلى بعض الأحزاب القوية الموجودة في الساحة أنظر لها حقيقة يعني نظرة إجلال وإكبار، وكانت ولا تزال بإذن الله، أنا هذا في تصوري أنا كشخص، يعني ستظل يعني موجودة وقوية. وحزب واتحاد الرشاد اليمني وإن نظر البعض يعني نظرة قصور وأن هؤلاء يعني جدد وأنهم سيكونون ضعفاء وسيكونون مصنفين في خانة الضعفاء، لا، أنا أتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون حزبا يعني قويا بإذن الله عز وجل. وندا ندا في الحق، لا في يعني في التنافس، يعني ليس ندا، انما نحن نديتنا في التنافس في التنافس على خدمة الوطن والأمة والدين، هذا هو. نعم. نحن سنكون هنا وسنمد أيدينا لكل هذه الأحزاب الموجودة اليوم في كل ما في كل خير يصب في مصلحة الوطن والمواطن. طيب يعني كيف ستتعاملون مع حزب، لو هناك حزب يعني قدم أو دفع بامرأة للترشح مثلا لمجلس النواب لرئاسة مجلس الوزراء، وبعضهم هنا يتكلم ممكن يدفع لرئاسة الجمهورية، كيف ستتعاملون مع المرأة؟ هم ولا نحن؟ هم. جيد. شوف، هي يعني القضية المختلف فيها ترى بين الإسلاميين هي قضية الإمامة العامة. الإمامة العامة، أما القضايا الجزئية، قضايا الاحتساب، حتى من بعض أهل العلم وأخص بهم السلفيين، هنالك من السلفيين، من كبار السلفيين في العالم العربي، من يرى أن المرأة يجوز لها أن تكون وزيرة. هنالك مؤلفات تقول هذا الكلام، وهذا طبعا شيء متقدم ترى، ربما بعض الأحزاب الإسلامية العريقة ما كانت تقول بمثل هذا القول. وهذه القضية على كل حال يعني تمر بأطوار، وأنا أقصد أنه يعني بعض الناس يعني يريد أن القضايا تسير سيرا على وتيرة واحدة، هذا أمر محال، لأنه هذه قضايا يعني تختلف فيها الأفهام. لكن أقول يعني إذا رشحوا مثلا فلهم أن يرشحوا، إذا رشحوا فلهم يرشحوا، إذا حسموا أمرهم في قضية ما هذا شأنهم، لن نعارضهم ولن نكون يعني حجر عثرة يعني أمامهم. بمعنى آخر أنه ستكون هنالك مثلا نساء في البرلمان، وهذه سيتعامل معها الناس على أنها يعني موجودة ومؤثرة وزميل في إطار يعني عمل واحد. وبعد ذلك يعني قضية إنه نفعها من ضرها هذا شيء آخر، نفعها من ضرها شيء آخر. يضاف إلى هذا أن حتى قضية دخول المرأة إلى البرلمان هنالك من أقول يعني أمر مش محسوم بين الـ يعني الإسلاميين ككل، يعني هنالك من يصنف قضية دخول المرأة إلى البرلمان أو يعني يصنفه على أنه من باب دخولها ليس من باب الإمامة العامة، وإنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه نظرتكم الآن أنتم كحزب، الآن حزب الرشاد، هل نظرتكم هكذا؟ فيه من ينظر إلى هذه أتكلم عنكم أنتم. نحن في الحقيقة يعني هذه القضايا يعني هل ما زالت هذه تدرس؟ يعني هي متقاربة، يعني صارت يعني فيها شيء من القرب، وهذا سيظهر للناس على كل حال يعني فيما بعد إذا نزل البرنامج إن شاء الله. طيب، اعتبر كثير من السياسيين والساسة على مستوى العالم أن تكتل اللقاء المشترك نموذج رائع يحتذى به في المنطقة العربية ويحترم. أين موقعكم في الخارطة السياسية يعني في المرحلة القادمة؟ هل تنوون أن تنضموا إلى تكتل اللقاء المشترك أم إلى أحزاب أخرى؟ جميل. التكتل اللقاء المشترك جاء نتيجة ظرف معين، وربما يستمر، وربما يستمر هذا التكتل لفترتين زمنية، لكنه لن يدوم لا شك، ربما يستمر فترة معينة، لكنه بعد ذلك كل يعني حزب ربما يسير في طريقه. إذا عادت المياه إلى مجاريها وصارت الأمور طبيعية، فكل حزب سيرجع إلى طبيعته وسيكون منافسا بعد ذلك. فنحن في الفترة في هذه الفترة يعني سنكون رديفا، سنكون معينا لهذه الأحزاب، سنمد أيدينا إليها، لأنه إن وجدت الحاجة سواء اليوم أو غدا للتحالف
فلن نتردد فيما فيه الخير للوطن والمواطن، ما عندنا أي إشكال مع اللقاء المشترك. مع اللقاء المشترك أنكم ما زلتم تحنون للماضي لطاعة ولي الأمر وهذه الثلاثة مع الدستور، لأنه بالأخير سيكون الدستور وسيكون مرجع وبالأخير هو الدستور وليس الولاء للرئيس. جميل. هذه أيضا ترى من الظلم التي ظلمت فيه الدعوة السلفية. الدعوة السلفية ظلمت في هذه القضية، ومن كان يفتي للحاكم المخلوع سابقا بالفتاوى ربما هذه فئة من السلفيين، ليس كل السلفيين. نحن يا أخي شاركنا في الثورة من 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 بداية انطلاقتها. نحن عندنا حركات في حركات ثورية في تعز وفي الحديدة وفي إب وفي يعني عدن وفي صنعاء وفي بيضاء وفي أغلب محافظات الجمهورية، وأشهرناها في الساحات وعملنا لها رابطة النهضة والتغيير، وأشهرناها في ساحة التغيير في صنعاء. هنالك فئة، نعم فئة، وهذه لا أستطيع أقول فئة بل أقول أفراد، أفراد هم الذين كانوا يدورون ويسبحون في هذا الفلك. فقضية ولي الأمر ليس نائبا عن الله، نقولها بكل وضوح، ليس نائبا عن الله جل وعلا، وإنما هو وكيل عن الشعب، يوكله من أجل تسيير الأمور، يوكله من أجل أن يقيم الدين وأن يسوس الدنيا بالدين. فإذا انحرف فنحن نراقبه ونحاسبه، وإذا اقتضى الأمر فإننا نعزله ونسقطه لأنه وكيل وليس بأصيل. اليوم تعود بإذن الله تعالى في بلاد الربيع العربي، ثورة الربيع العربي، تعود الأمور إلى نصابها. الشعب هو صاحب السلطة، هو الذي يعني يولي وهو الذي يعزل. فطاعة ولي الأمر في الفكر السلفي ليس هي الطاعة المطلقة، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قامت ثورات على مدى التاريخ من رموز سلفية، من يعني لدن نهاية فترة الصحابة فما فوق. ماذا عن الكفر؟ أقول لك إلا أن تروا كفرا بواحد هكذا يتحججون، يعني حتى لو ظلم أو سرق أو قتل أو كذا. الكفر البواح لا يعني أنه يقول أنا يهودي أو نصراني أو أنا أعبد صنم أو وثن، ليس هذا المقصود. العلماء لهم تفسير ولهم كلام. إلا أن تروا كفرا بواحا في بعض الروايات، إلا أن تروا معصية. وكثير من أهل العلم يفسرون الكفر البواح بالمعاصي، قالوا لأن الكفر المخرج من الملة لا يحتاج إلى البرهان أساسا. فالذي يحتاج البرهان مثل هذه القضايا. هذا هو الفكر السلفي الناصع الذي يعني على مر العصور كانت الدعوة السلفية. وحتى البعض يعني يتخوف من كلمات الفكر السلفي المتطور المنفتح، يخاف من هذه الكلمة رغم أنه يا أخي قد يمارس هذا. يا أخي السلفية منفتحة، لكن هنالك من شوه بها. صحيح. ممن انتسب إليها. طيب. أيوة. أنا أقصد أنه يا أخي هب يعني الآن الحاكم نفسه هو الذي وضع الدستور ووضع القوانين للأحزاب، ما هو الذي وضع هذا أصلا. فنحن على هذا الكلام نحن مطيعين لولي الأمر. هو الذي يقول لنا تظاهروا، وهناك من يقول أن إحنا خوارج. هو يقول تظاهروا، يسمح لكم بالتظاهرات ويسمح لكم بالإعصامات، ثم يأتي هؤلاء يتبرعون بالفتاوى ويقول هؤلاء خوارج. صحيح. هؤلاء خوارج، يقول افعلوا أحزاب، وإذا فعلنا أحزاب قال هؤلاء مبتدع، هؤلاء كذا. رغم أن يقول طاعة ولي الأمر، وولي الأمر الذي يعني هو الذي أتى بها. ولا يستطيعون أن يتكلمون في ولي الأمر. صحيح. يعني الأولى أن يتكلم فيه هو ولي الأمر، هذا الذي يفعل مثل هذا الأمور. فأنا أقصد أنه الفكر السلفي أو المنهج السلفي منهج مشرق ناصع، ربما يعني شوه من قبل بعض أفراده أو شوهه أناس من الخارج. دكتور عقيل، يعني بقي من مجموعة أسئلة وأرجو أن تكون الإجابة أيضا مختصرة، لأن يعني إجابتك رائعة وجميلة ومقنعة. هل تنظرون إلى الأحزاب السياسية بنظرة واحدة الموجودة في الساحة الوطنية؟ نظرتنا إليها يعني من خلال برامجها. نعم. نظرتنا إليها من خلال برامجها، ولا شك أن البرامج تختلف البرامج من حزب إلى حزب. فنحن ننظر إليها من خلال مدى خدمتها للوطن والمواطن. فنمد أيدينا يعني في القضايا المشتركة والقضايا التي فيها مصلحة للوطن والمواطن، مهما كان هذا الحزب، نمد أيدينا إليها كلها بالتساوي في كل قضية يعني تخدم فيها الوطن،
والمواطن نحن نمد أيدينا إليهم بالسوية. برغم أن كل منطلقات وأسس هذه الأحزاب منطلقة من الدستور اليمني، طيب هناك من يقول لماذا لا تنضم إلى حزب الإصلاح صاحب التوجه الإسلامي؟ وهناك من يتساءل يعني أنكم تمثلون الوجه الآخر للإصلاح، يعني ما هو الجديد؟ ما الفرق بينك وبين الإصلاح؟ نحن في بلد تعددي، بلد ديمقراطي تعددي يسمح بتعدد الأحزاب، والساحة تسع الجميع. نحن سنتنافس في الخير. يعني اتحاد الرشاد اليمين ليس ضدا لأحد، وإنما يعني سنكون متكاملين ومتعاونين. فيعني قضية أنه يحشرني في دائرة ضيقة ليش ما تكون هكذا أو تنضم كذا، لا بالعكس. نحن يعني قد يكون عندنا مثلا في أطروحاتنا في برامجنا شيء آخر، نريد أن نطمح أننا نقدم شيء جديد. نعم. أيوة هذا هو التنافس، برامج يعني. تنافس برامج. طيب ما موقفكم؟ هنا يتساءل الكثير ويريد أسمعه أيضا بصفتك رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الرشاد اليمني، ما موقفكم من العنف والإرهاب؟ نحن ندين العنف والإرهاب، والدعوة السلفية في الحقيقة ظلمت في هذا الجانب. فأي يعني إنسان يتكلم على عنف وإرهاب وقاعدة وما أدري إيه، هذا كلها تنسب إلى السلفية والسلفيين. الإرهاب نحن ندينه من أي كان، سواء كان من سلفي أو كان من غير سلفي. فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ما يحدث، يعني أو مما حدث ومما يحدث من تفجيرات ومن اغتيالات ومن قتل خارج إطار القضاء، يعني أي كان الفاعل، أي كان هذا الفاعل. فالعنف نحن ندينه ولا نرتضيه، بل أنا أجزم بأن ثورات الربيع العربي يعني وضعت سدا وحاجزا منيعا أمام هذه الطوائف التي تقتل الناس وتدمر، إذ أنها استطاعت بسلميتها أنها تسقط أنظمة ديكتاتورية أنظمة واستطاعت أنها تشكل يعني وجها حضاريا في المجتمع. العمل النضالي السلمي هو الذي أثمر اليوم. يعني تعال على مر مثلا عقود مضت، ماذا حقق هؤلاء الناس غير الأشلاء والدماء، وربما أحيانا قتل أبرياء من المسلمين. قتل أبرياء من المسلمين. تأتي اليوم أنت لتقتل مثلا 180 جندي مثلا في أبين في خيانة وطنية كبيرة تحصل من يعني بعض رموز النظام السابق، وأنت تكون السبب يعني المتدين الذي تريد أن تقيم الشريعة تقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية. هذه أعمال يعني مدانة بكل ما تحتوي هذه الكلمة معنا. وأنا أتمنى أننا كما ندين العنف الذي ينسب إلى أو ما تقوم به يعني القاعدة، كذلك بنفس الخط والمساواة ندين ما يحصل اليوم في حجة وما يحصل في صعدة. لكن للأسف الشديد أن الحرب على ما يحصل في أبين إنما هو بإملاءات من الخارج، لأن أمريكا هي التي تقول اقتلوا هؤلاء الناس. وهؤلاء ماذا يفعلون اليوم؟ فئة متمردة تملك السلاح، تفرض فكرها بالقوة، عليها إذا كان عندها فكرة أن تنزل للساحة ببرنامج. تقصد الحوثيين؟ الحوثيين نعم. ينزلون ببرنامج سلمي، لا أن يفرضوا على الناس يعني فكرهم ويدمرون ويقتلون. فنحن ندين العنف يعني أيا كان، وعملنا عمل نضالي سلمي كل ما تحول الكلمة. نعم. هل ستشاركون في مؤتمر الحوار الوطني؟ نعم. هل ترون أن الهيكل مقدم على الحوار أم العكس؟ وما هي رؤيتكم لهيكلة الجيش؟ أما قضية يعني الحوار الوطني فكان من توصيات البيان الختامي أننا قررنا أن نقدم برنامجا متكاملا للحوار الوطني. هل سيشر الحزب قبل الحوار أم نتمنى هذا؟ نتمنى هذا إن شاء الله تعالى. يعني تدخلون باسم حزب بإذن الله تعالى. إن شاء الله. فنحن سنشارك في الحوار الوطني، وعندنا رؤية متكاملة، رؤية للقضايا العالقة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضية حتى هيكلة الجيش وقضية رؤيتنا للحكومة القادمة، وهل هي حكومة برلمانية أم غير برلمانية إلى آخره. يعني في يعني ملف متكامل حول هذه القضية. نحن نتمنى بالنسبة لهيكلة الجيش، نحن نتمنى أن تنفذ
المبادرة الخليجية وفق التزمين، وفق التزمين. فهذا هو الاتفاق الذي يعني بعد الله سبحانه وتعالى أخرج اليمن من هذا المأزق ومن القتل والتدمير. ونتمنى أن يكون هنالك حزم، أن يكون هنالك حزم من حكومة الوفاق ومن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في تنفيذ البنود، كما كان النظام السابق يتعنت من قبل في بعض القضايا، فعلى حكومة الوفاق أنها أيضا تمشي بوفق التزمين. ونتمنى أيضا من الدول الراعية لهذه المبادرة أن تكون حازمة. فنحن نسمع اليوم أن أمريكا تحاول أن تضغط في قضية الهيكلة وأنها ترجئها وتؤخرها، هذا في الحقيقة نكوص عن العهود والمواثيق ومخالفة على ما تم اتفق عليه. بالضبط. طيب في حال يعني تكوين أو إشارة الحزب السلفي والحزب اتحاد الرشاد اليمني، ما هي رؤيتكم للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني؟ نحن سنكون عونا لحكومة الوفاق الوطني، ولا شك أن يعني أستطيع أن أقول قطاع عريض منها يعني ناس أكفاء وناس نحسبهم والله حسيبهم يعني مخلصون ووطنيون وأصحاب خبرة وكفاءة، فنحن سنكون رديفا لهم، لكننا لن نسكت على باطل، إن رأينا باطلا يعني لن نسكت عليه، وهذا أمر لا شك أنه لا يجوز لنا شرعا أن نسكت عليه. لكن قد يكون هنالك أعذار أحيانا وهنالك مبررات، فيمكن أن نتعامل معه وفق ما تقتضيه المعطيات والواقع. دكتور عقيل، بقي معنا أقل من 5 إلى 6 دقائق ومعنا أسئلة الجمهور، وأشكر كل الجمهور الذين زاروا صفحة البرنامج على الفيسبوك ووضعت أسئلة كثيرة لا أخفيك، لكن الكثير من هذه الأسئلة قد تم الإجابة عليها من خلال الحوار، فلكم مني كل الشكر والتقدير. إنما هناك البعض يقول، يعني مثلا الأخ صادق المنزلي يقول: ما هو الدور الذي ستلعب المرأة في حزبكم الجديد؟ وتكلم نعم. الأخ منصور الظهرة تكلم بأسئلة كثيرة، لكن قال منها: يا شباب، انت من حزب الرشاد لا يمثل أهل السنة، إنه حزب تابع للإخوان المسلمين. نحن مسلمون، نحن إخوة، نحن مسلمون. نظرة قاصرة هكذا عند البعض. لا شك يعني هذه ربما ترى يعني بعض المغرضين نشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية مثل هذا الكلام. فعلى كل حال يعني هذا كلام يعني بعيد. الأخ صبري الشرام يقول: هل المرأة سوف يكون لها موقع قيادي في الحزب؟ مع أننا السلفيين مجمعين على أن صوت المرأة عورة، والمرأة كما نعرف هي نصف المجتمع. ما حد يقول من السلفيين أن صوت المرأة عورة. الأخ نصر أحمد يقول: لماذا التحق السلفيون بالثورة بينما سلفيو الخليج أفتوا بإعدام من يتظاهر؟ يعني هل هناك من وجهكم للانضمام إلى الثورة السلمية؟ بالعكس، ليس هنالك احد وجهنا. ويعني هذا الكلام اذا فعلا في فتوى بهذا انه من تظاهر فيقتل، هذا كلام بعيد ومردود عليه. الاخ وائل ابراهيم يقول: لماذا لا يعلن طلاب الشيخ مقبل صراحه الانضمام الى الحزب الجديد؟ لا يلزم يعني قصدي هذه الالزامات، انه يلزمون ان هؤلاء ينضمون. يعني هؤلاء الاخوه على خير عظيم، يبقوا في التعليم وكذا، ونتمنى يعني انهم يعني يتطور ادائهم اكثر، ونحن نشد ازرهم في جانب التعليم. لكن مش كل سلفي رجل وصغير وكبير وشيخ وعالم وداعيه كلهم يحشرون في هذا الجانب، هذا ليس منطقيا. يعني لو ان الاخوه اعذرونا ويقولون هذه مساله اجتهاديه، انا يعني اعرف في كان بعض الرموز من السلفيين كان يرى ان قضيه العمل السياسي هذه قضيه اصول، قضايا اصول، وان من دخل فيها كفر بالله العظيم. لكن بعد مرور ايام ومناقشات ومجادلات اعترف هؤلاء بانها قضايا خلافيه. اذا كان خلافيه يا اخي، يعني هذا انا فهمي، وهذا اذا ينقص النص الحوار ومناقشه. لا شك. الأستاذ عبد السلام مقبل الشميري أظن عرفته، حبيب وأستاذ عزيز علينا، يقول: من المستفيد من تشرذم الحركات الإسلامية اليوم؟ من المستفيد من تشرذم الحركات الإسلامية اليوم؟ لماذا لا يكون كل بوتقة واحدة ودائرة واحدة وجماعة واحدة؟ نعم، المسؤول لا شك أنه يعني هنالك عدة جهات ربما تكون مسؤولة عن حال هذا، وأهمها طبعا رموز هذه الدعوات. نعم. رموز هذه الدعوات، يعني أتمنى أن يكون هنالك يعني طاولات مستديرة وإنشاء مستطيلة،
فيكون هناك يعني حوارات فكرية وتقارب ووضع النقاط على الحروف. وأحيانا تتكلم هذه الفئة مع الفئة الأخرى من أبراج عاجية، إما أن تتبعني وإلا فأنت مبتدع وضال، أو حدثني ثقة عن ثقة، بس هذا هو. نعم. وأنا أجزم، كنت أجزم ولا أزال أجزم، أنني حينما أنتقد على عالم ما أو على جماعة ما بما فيها من العلماء لأنهم قالوا قولا وأنا ربما أخالفهم، حينما أجلس معهم أنا أستدل بدليل واحد، ولو جلست معهم لأتوا لي بأربعة أو خمسة أدلة على هذه القضية ما كنت أعرفها أنا. واضح ولا لا؟ صحيح. فأنا أقصد أنه الحوار مطلوب، فالعلماء بتقوقع كل جزء منهم في إطاره الضيق هذا جزء من السبب. أشياء أخرى كذلك المستفيدين أعداء الله عز وجل أنهم يعني يفرقون هذه، يضربون بعضها بعض، بل حتى الطغاة أنفسهم مستفيدون، يعيشوا على تشرذم وتفرق المجتمع، على تشرذم المجتمع، يضرب القبيلة بالقبيلة والشيخ القبيلة بشيخ القبيلة الأخرى، الجماعة بالجماعة. حتى أنا كنت التقيت بمجموعة من الدعاة في مشايخ العلماء في تركيا، وكنا مع مجموعة من الإخوة اليمنيين نتناقش على هذه القضية، هل ستكون، السؤال كان هكذا، هل ستكون حالة الدعوة في اليمن بعد الثورة أفضل وإلا؟ كثير من الأخوة كانوا يقولون لا، ربما تكون أسوأ. أنا قلت لهم بالعكس، أنا أقول أنها ستكون أفضل وأحسن. قالوا كيف هذا؟ قلت لأن النظام كان عائشا على ضرب العصج بين الجماعات، وكان يستخدم بعض الجماعات عصا صوتا للجماعات الأخرى، وصراعات وحروب على المساجد وما شاكل ذلك. نعم. بإذن الله تعالى يعني ما بعد الثورة سيكون يعني الجو أصفى، ويعني النطاق أرحب بإذن الله عز وجل، وسيكون التعاون فيه أكثر إن شاء الله. أخيرا الأخ هذا البقشة يقول: موقفكم من المؤتمر الشعبي العام الذي كان بعضكم مصدر فتوى له في محاربة الثوار في الساحة؟ أنا أحيي هذا الأخ لما قال بعضكم، صحيح. لكن تعاملنا مع المؤتمر الشعبي العام ليس كلهم يعني في سلة واحدة، هنالك يعني ناس شرفاء، هنالك ناس وطنيون، بدليل أن هنالك من حارب الفساد ويعني التحق بركب الثورة، فهؤلاء نحن نحييهم ونشد مأزرهم ونمد أيدينا إليهم، وبقية الناس نتمنى إن شاء الله تعالى أن يعني يؤوبوا ويرجعوا، وأن لا يعني يرهنوا أنفسهم لشخصيات معينة تحركهم كيفما تريد. فالخدمة الوطن وخدمة هذا الشعب أولى من أن نخدم فردا أو أسرة أو عائلة. دكتور عقيل، الحوار معك شيق لكن الوقت أزف، كلمتك الأخيرة في ختام هذه الحلقة. كلمتي الأخيرة إلى الشعب اليمني الكريم، أن يعني يكون عونا لنا في إنشاء هذا الحزب، والذي نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقدم فيه يعني خدمة للوطن والوطنين، ونكون بإذن الله تعالى من العاملين لنهضة هذا الوطن. والرسالة الأخرى هي رسائل تطمين لكل الشركاء والفرقاء الموجودين، أننا لسنا يعني ضد أحد، ولسنا حزبا طائفيا ولا مذهبيا ولا مناطقيا، وكذلك حتى تطمين يعني لدول الجوار وللعالم بكله، أن عملنا عمل سلمي، وأن مقصدنا هو يعني نهضة هذا الوطن ورخائه ورفاهه والحفاظ على ثرواته، وأننا سنمد جسور التعاون للعالم بكله فيما فيه المصالح، الخدمة المشتركة والمصالح المشتركة بإذن الله. دكتور عقيل المقطري، رئيس لجنة التحضير لحزب اتحاد الرشيد اليمني، شكرا لحضورك معنا هذا اللقاء. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدي الكرام أينما كنتم، وأشكر كل من تواصل معنا على إيميل البرنامج أو زار صفحة البرنامج على الفيسبوك. ضيفنا في اللقاء القادم هو القاضي مرشد العرشاني وزير العدل، لنناقش معه ما يتعلق بالسلطة القضائية. أرجو من كل من يريد التساؤل أو طرح المقترحات والاستفسارات زيارة صفحة البرنامج على موقع الفيسبوك. لكم مني كل الشكر والتقدير، يدا بيد لاستكمال ما تبقى من أهداف الثورة اليمنية وبناء اليمن الجديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.